الفوازير على عيونكم. فزرت النهارده عن واحده مشهوره جدا 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 في التاريخ. هي مين؟ ده هي نفسها مش عارفه هي مين. اصل فات على تاريخ حياتها حوالي 3000 سنه، حاجه تمثل واحد اسم. على العموم انا جايه النهارده وعشان خاطركم مقرره اني انا اغششكم فزوره النهارده، يعني هقول الاسم والعنوان وكل حاجه. انا جبت لكم معايا الكارت بتاعها ومكتوب فيه اسمها. ثانيه واحده، الكارت بتاعها فين؟ فين الكارت بتاعها؟ لقيت الكارت بتاعها. الكارت بتاعها اهو. يلا اقروا اسمها بقى. خلاص قريتوا؟ لا، ايه ما بتعرفوش تقروا هيروغليفي ولا ايه؟ خلاص انا هقرا لكم الاسم. اصل مش متشكل.
على كل حال انا رايي نروح نقابلها هي شخصيا، ويمكن بالشبه تقدروا تعرفوا هي مين من الفراعنه. من أنا؟ أين أنا؟ ده واجب علينا السؤال ده. كم مضى من الزمن منذ أن انتهت حياتي؟ تقريبا 2600 سنة. لست أدري، لست أدري. لكن أنت إيه اللي رجعك الدنيا؟ ده أنا كنت لسه رايحة لك التاريخ. كويس، وفرتي عليا مشوار. نحن المصريون القدماء كنا نعتقد أننا نعيش مرتين، مرة حين نولد ومرة حين نبعث. لا، وانت الصادقة، مرة في التاريخ ومرة في الفوازير. على كل حال أنا لا أعرف هل أنا موجودة أم غير موجودة. To be or not to be، تلك هي الفزورة. من فضلك، أنا لست في موقف هزار، إنني حائرة. من يحل مشكلتي؟ أريد حلا، أريد حلا. ولا يكون عندك فكر. قولي لي مشكلتك إيه يا حبيبتي وأنا أحلها لك حالا. وكيف؟ هل أنت من مجلس الكهنة؟ لا، لكن انا قاري علم نفس وتاريخ وجغرافيا، ومفيش مشكله كبيره او صغيره الا وسبتها للجمهور يحلها. طيب اتفضلي اتفضلي نستريح جوه بدل وقفتنا دي، خصوصا ان بقالي كام الف سنه ملطوعه على الحيط، لما وسط هينقطم. جوه فين؟ في المقبره، انا عزماكي. بتعزميني على مقبره؟ بعد الشر عليا. تعالي عندي انا اعزمك. عندك؟ انت ساكنه في انهي هرم؟ هرم ايه؟ بس تعالي معايا وانا هقول. يلا تعالي، يلا تعالي، يلا تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي في الكازينو المودرن ده. اقعدي. ايه الناس دي كلها؟ وايه الحاجات اللي بتمشي لوحدها دي؟ دي مش ممكن تكون مصر. انت فاكره ان مصر هتكون لسه زي ما كانت على ايامكم؟ اقعدي اقعدي، ده انت فضحاني طول السكه، عملتي عمايل. اقعدي اقعدي زي الشاطرين ما تتشقيش. وايه الاهرامات دي كلها؟ دي مش اهرامات، دي عمارات عشان الناس تسكن فيها. كل ده ومش مقضيه وحياتك. والشيء اللي جينا فيه وقلتي عليه انه تاكسي، بيمشي ازاي من غير خيل؟ بيمشي بالموتور. ايوه يا فندم. تحب تشرب ايه يا هاني؟ ليه؟ اصل ده جرسون، ده يعني ايه قاعد كده للطلبات اللي تطلبيها. يعني تحبي تشربي ايه؟ اشرب حنطه. نعم. بقى خليك معايا انا، معلش معلش، ما تاخدش على كلامها. معلش. ايه يا ابني، خلاص الواد اتشن. طب بقول لك ايه، المعلم بينده عليك. يلا يلا روقنا، روح هنبقى ننده عليك كمان شويه. الواد ده هيتعالج اكيد. انا عايز ارجع، رجعيني اقوم احسن، ما خدتش اذن من مصلحتي اللي اثار. اذن؟ انا عهده، ولو شافوني معاكي جايز يقولوا عليكي انك سرقاني ولا حاجه. معاكي حق، خصوصا قبل كده خدوا دماغك وهربوها المتحف برلين. اذا انت تعرفي اسمي؟ طبعا، والجمهور كمان عارفك. جمهور ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت جايباني في الحته الغريبه دي ليه؟ انا شاكه فيكي. انت عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ ايه؟ انت اعصابك تعبانه. لا لا، انت مش طبيعيه، انت معقده. انا لازم افكك. انا معقده؟
طب فكيني الله يخليكي. اوكي وافقت اني افكك، يلا بينا. اخ يعني اريد حلا، اريد حلا. لا حول الله يا رب. دلوقتي انت حجناني وانا هفكلك كل عقدك وهخليكي تفتكري انت مين، وحياتك تسيري على الريكوردر اللي جنبك. نامي نامي نامي، استرخي خالص، احكي لي طفولتك، عايزاكي ترجعي لعهد الطفوله. انت دلوقتي طفله، انت عيله. طبعا عيله اللي بسمع كلامك. نامي. سؤال، انت كنت في طفولتك صغيرة؟ قمت ليه؟ لا مش هينفع كده، والله ما ينفع كده. هو ايه اللي كنت في طفولتك صغيرة؟ في حد في طفولته بيبقى كبير؟ لا انت مش هتعرفي تفكيني بالشكل ده. نامي. عصبية. قصدي لما كنت بتلعبي وانت طفلة كنت بتلعبي بايه؟ كنت ببني اهرامات صغيرة وهدها. تبني اهرامات صغيرة وتهدها، يعني دلوعة. معنى كده انك من اسرة كبيرة واتجوزتي بعد كده؟ ايوه. ما تعرفيش حاجه او فاكره حاجه عن جوزك؟ فاكره انه يمكن كان زعيم او ملك. مش فاكره اسمه. اسمه عصري مخك. حرفين. لا من كلمتين اخرهم اتون. اخناتون. صح اخناتون. صح. ما تتحركيش يا ماما، سرعتيني. انت هتفكيني ولا هتعقديني؟ نامي نامي. اتسرعت. كنت مؤمنه بمين من الالهه؟ مؤمنة بالإله الواحد، هو القوة العظمى ورب كل شيء، وأنا اللي خليت جوزي يعلن عن وحدانية الإله. لسه ما عرفتيش انت مين؟ مش فاكرة. أكيد في عقدة في حياتك هي اللي مخليكي مش عايزة تفتكري. كومبلكس قصدك؟ ايوه، حاجة جواكي، حاجة عملتيها ومش عايزة تطلعيها. حاجة زي ايه؟ دوري على عقدة الذنب اللي جواكي وانت هتفتكري. انت هتفكيني ولا هتفضحيني؟ نامي نامي. افتكر افتكري. العريس القتيل. خيانة خيانة. لا. نعم أيتها الملكة، أنا روح حور محب، أنا شبح من حال دون أن يحكم مصر واحد من أعدائها.
لقد تربصت له في الطريق وقتلته، قتلته حتى لا تتزوجيه ويكون عدو مصر شريكا في حكمها. ولكي أمنع الخطيئة عنك يا أرملة إخناتون العظيم. لا لا، الرحمة الرحمة، لا لا، اتفكت العادة دلوقتي. طبعا عرفتي انت مين. ايوه ها، وانتو كمان عرفتوا هي مين. يا الله.